عارفة إنك مش لوحدك، وعارفة إنك مستقوية بولاد السيوفي اللي بيكرهوني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من هنا ورايح تسمعوا الكلام وتنفذوه وبس يا ولاد السيوفي. ما هو لما واحد يبقى في مقامه ومركزه يتجوز واحدة أقل من مستوى بكتير، ده يبقى اسمه إيه حضرتك؟ الرواية لسه ما خلصتش، في أحداث هتحصل ما تخطرش على بال حد، ومصير الأبطال كله هيتغير في الآخر. قصر النيل يومياً السادسة بتوقيت السعودية على الـ NBC دراما. رمضان يجمعنا.